أعلن الفنان محمد باش نجم ستار أكاديمي أنه هيتجه للتمثيل قريب، وده بعد ما عرض عليه مجموعة من السيناريوهات الكويسة. محمد الحقيقة عرفناه من خلال برنامج ستار أكاديمي وحقق نجاح كبير في عالم الغناء والكليبات. من المعروف أن آخر أعمال الفنان والمطرب محمد باش أغنية وقتاش تعود، الأغنية من كليبات فاروق الجزائري وألحان محمد باش وتوزيع جان ماري. تعالوا نشوف محمد باش هيقول إيه في تقرير اللي جاي. شكرا لكم تواجدكم ان شاء الله في التكريم النهارده. هيكون في فيديو كليب جديد لاغنيه اموت من الشوق من البومي اللي فات انا المشتاق، وان شاء الله اغاني كتير بتتحضر بسنه 2017. والحاجه الاهم ان شاء الله هيكون في خطوه جديه في مجال التمثيل في السينما ان شاء الله مع المخرج كريم كباره. ان شاء الله كده تكون بالنسبه لي يعني كاول خطوه ليا وحقق فيها نجاح، دي اهم حاجه. والله الخطوه دي بقى لنا مده مندرسها بقى لنا، فدلوقتي لقينا الوقت بقى هو الوقت المناسب. استغل تواجدي اصلا بمصر واني اعمل الخطوه دي يعني ادخل السينما ومع مع مع, مع يعني في المنافسه اللي في موجوده في السوق المصري، اكيد دي هتكون خطوه حلوه. ما فيش داعي خالص، بالعكس هي دي حاجه خاصه، يعني انه انا عايز اخوض التمثيل وحاسس من جوايا انه انا قادر ان انا امثل وانجح في المجال ده، فليه ما اعملش. بشكل عام هو اكيد هالشخصيه هتكون قريبه من شخصيتي عشان يكون اول فيلم ليا، حابان فيه اكيد الشاب برومانسيتي يكون قريبه من طبيعتي، يعني عشان انا اكون بالعمل ده اكون قادر اكون متمكن من الشخصيه ان شاء الله. لسه صراحه ما اختارش المخرج كريم كبار، لسه بنشوفه عاملين كاس وبيختاروا ان شاء الله هيكون في، بس اهم حاجه هيكون لازم يكون في بطله كده حلوه قبالي ان شاء الله. طبعا لا انا اوريدي كنت بقالي مده باخد دروس تمثيل، ودلوقتي كمان موجوده في مصر هبتدي ان شاء الله ورشات تمثيل كمان طبعا خاصه بمجال السيناريو بتاع الفيلم.